السلام الله عليكم. أهلا بكم أحبابي في الله، وحلقة جديدة من قناة الوجه المضيء. في الحلقة دي إن شاء الله هنتكلم عن موقع جميل جدا. الموقع ده يا شباب بتعمل عملية استبدال الخلفية الصورة تبعك. بمعنى صح يا شباب، أنا مثلا من عادتي بحب التصوير مثلا، وما عنديش خلفية أضيفها أو أتصور عليها، ما عنديش خلفية وعندي استوديو ومهيأ لحاجة زي كده مثلا، وأنا عايز أطلع الصورة بتاعتي تكون جميلة وخلفية جميلة. طب أعمل إيه؟ أول حاجة يا شباب، الموقع ده يا شباب اسمه remove.bg، اللي هو ده يا شباب. الموقع ده من أفضل المواقع زي ما أنت شايف. هو ده يا شباب موقع ده ريموف اي جي. ده يا شباب اول حاجة هقول لك ازاي تدخل على الموقع ده او تبحث عن الموقع ده ازاي. هتوجه عندك على المتصفح، تدخل على خانة البحث زي ما انت شايف كده. هنا يا شباب هتكتب ريموف دوت بي جي، اللي هو ده يا شباب www.remove.bg، هتبحث ادوس بحث زي ما انت شايف كده. دخلنا على الموقع تلقائي من خلال الموقع ده احنا كتبناه في البحث ريموف بي جي. ده الموقع ده يا شباب. تاني حاجة هتعملها هتتوجه للثلاث نقاط اللي فوق دي. في حاجة عندك تحت يا شباب اسمها الإضافة إلى الشاشة، وسيلة يا شباب إن أنت هتضيف الموقع ده للشاشة، على الشاشة، بحيث إن أنت يكون أسهل لك بدل ما تقعد تبحث تاني وتعمل، بتخش عليها بسهولة كأنه تطبيق محمل عندك على الجهاز. أول حاجة يا شباب بعد ما تحفظها، بعد ما تعمل إضافة على الشاشة عندك، هتدخل للموقع وتضغط على تحميل الصورة زي ما أنت شايف كده. هنا يا شباب هنجيب وليكن مثلا أي صورة مثلا أنت عايز تستبدل الخلفية بتاعتها وتضيف خلفية جديدة تاني. وليكن مثلا يا شباب خلفية زي كده، زي ما انت شايف هنا الحيطة وخلفية طبعا مش حلوة، بنعلم عليها علم الصح ونضغط تم. هنا شباب بيعمل عملية إزالة للخلفية، استنى لما يخلص تحميل. هو كده بيعمل عملية إزالة للخلفية زي ما انت شايف كده. تمت إزالة الخلفية دي، الخلفية الأصلية زي ما انت شايف كده، الخلفية اتشالت بالشكل ده يا شباب زي ما انت شايف كده. أول حاجة يا شباب هتتوجه هتعمل ايه، هتيجي هنا في حاجة اسمها هنا تعديل، هتضغط على تعديل زي ما انت شايف كده. هنا طبعا احنا عملنا عملية ازالة للخلفية الاصلية. هنيجي هنا يا شباب الموقع نفسه بيقدم لك خلفيات، وخلفيات جميلة جدا لو انت عايز تضيف خلفية من نفس الموقع زي ما انت شايف بالشكل ده. زي ما انت شايف خلفيات جميلة جدا، وفي ميزة تانية جميلة جدا يا شباب هنا، ان انت بتحمل خلفية من عندك من على الجهاز، بتضغط على الأيقونة اللي في الجنب دي مكتوب عليها اقطع الصورة ولا في علامة السهم دي يا شباب، بيوجهك بيدخلك عندك على الاستوديو والملفات اللي على الجهاز عندك. بيجيب يا شباب هنا الخلفية اللي انت عايز تحطها عندك على الصورة اللي انت عملت لها ازالة. بتضغط وليكن يا شباب خلفية زي كده، زي ما انت شايف كده يا شباب احنا ضفنا الخلفيه دي وعملنا عمليه ازاله الخلفيه الاصليه بالشكل ده يا شباب. طيب تحفظها ازاي؟ في عندك سهم على اليمين فوق، هتضغط على السهم ده، بعد كده تضغط على تنزيل الصور زي ما انت شايف بالشكل ده. هتتوجه هنا فوق يا شباب عندك كده، هتلاقي بعد ما تضغط على تحميل تنزيل الصور، طيب يا شباب هتضغط على مشاركة الصور اللي فوق دي، زي ما انت شايف يا شباب كده بالشكل
بالشكل ده يا شباب كده اتحفظت عندي على الجهاز، كده عملنا عملية استبدال للخلفية بالشكل ده يا شباب. يعني موقع جميل جدا، فيه خلفيات معينة جميلة جدا، وفيه ان انت بتضيف خلفية من عندك لو انت محمل خلفية عندك في الاستوديو. الموقع ده يا شباب زي ما قلت لك بتوصل له ازاي، تدخل على بحث عندك في جوجل وبتكتب ريموف دوت بي جي، بيطلع لك الموقع ده يا شباب. بتتوجه للثلاث نقاط اللي في المتصفح عندك، وبتضغط بتعمل له اضافة للشاشة عندك على الجهاز وكده يا شباب. وبعد كده بتخش بتجيب الصور انت عايز تشيل الخلفية بتاعتها، وبتعمل عملية ازالة، وبعد كده بتضيف الخلفية اللي انت عايزها وبتحفظها. يعني موقع جميل جدا يا شباب وسهل، موقع يعني جميل جدا. بعد ما بتخلص يا شباب بتحفظها، يعني موقع يستاهل والله، وانا انصحك بيه. ودي كانت حلقتنا النهارده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة علشان يوصل لك كل جديد. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.